أنا كنت من فترة في القاهرة ولقيت إعلان في محطة فضائية عن منشطات جنسية. الحقيقة صدمت من إن إحنا مجتمع محافظ، المفروض والحاجات دي متبقاش كده بسهولة تتعرض في التلفزيون. أنا شخصيا موافقة جدا على الثقافة الجنسية من سنة 3 سنين، لكن دي مش ثقافة جنسية، ده تفهيم الشباب بالغلط إنه حياتهم الجنسية لن تستقيم من غير الحاجات دي. فإنك أنت تفهمهم إنه هو محتاج فياجرا أو سيالس أو كده علشان حياته الزوجية تستقيم، يعني ده كذب وتدليس. المفروض الشباب يعرفوا إنه في حاجات بتحسن العلاقة الجنسية من غير استعمال الأدوية، ولازم نعرف الضعف الجنسي إذا موجود إيه أسبابه ونعالج الأسباب دي، مش ناخد أدوية كده عمال على البطال وضرات جانبية. علشان نفهم ازاي العملية الجنسية وظيفيا بتحصل، أنا جاية بالخصية رايحة على القضيب، والمهم أعرف إنه في فرق كبير بين الضعف الجنسي والقدرة على الإخصاب، ملهمش أي علاقة ببعض. يعني ممكن واحد يكون من عنده ضعف جنسي لكن قادر على إنجاب أطفال، وممكن حد يبقى غير قادر على إنجاب أطفال ومعندوش أي مشكلة في قدراته الجنسية على الانتصاب. أوكي، خليني بقى أشرح لكم إزاي العملية بتتم. المفروض إن الذكر بيكون الحيوانات المنوية في الخصية، وبعدين الحيوانات المنوية تطلع في القناة دي، وبعدين البروستاتا عاملة زي المصنع بتاع المية اللي بتكون الحيوانات المنوية بتعيش فيها. فالبروستاتا تقوم مفرزة سائل هي اللي بتعوم في الحيوانات المنوية وتخرج على بره. ده ملوش أي علاقة بالقدرة على الانتصاب، دي حاجة ودي حاجة. طيب القدرة على الانتصاب يعني ايه؟ ده قضيب هنا وفيه شعيرات دموية. الشعيرات الدموية دي بتتملي دم، ولما تتملي دم ويفضل الدم فيها ما يرجعش، يعني يفضل محتقن كده، يبقى ده انتصاب. يبقى الميزة انه في الانتصاب القوي ان الشعيرات الدموية دي تبقى مليانة دم ومحتقنة. طيب امتى الانتصاب يبقى ضعيف؟ 50% من الحالات بتبقى نفسية، و50% من الحالات بتبقى في مشكلة في الشعيرات الدموية دي. الشعيرات الدموية دي ازاي بتحصل لها مشكلة؟ فاكرين حكاية ضغط الدم وحكاية إن الجدار لازم يبقى سليم بتاع الضغط؟ طيب النقطة إن الشعيرات الدموية بتاعة القضيب دي دقيقة جدا، يعني رفيعة أوي أوي أوي، وأي حاجة بسهولة تسدها. يعني لو هي اتسدت مش هتعرف تتملي دم، وده هيضعف انتصاب القضيب. طيب ايه اللي ممكن يسدها؟ الحاجات اللي احنا عارفينها، التدخين، الكوليسترول الوحش. سبب تاني كمان يكون ضعف هنا في العضلات الموجودة في جدار القضيب. الحاجات دي بتحصل ازاي؟ عن أسباب العجز الجنسي أو الضعف الجنسي، هي 50% من الأسباب دي نفسية، 50% منها عضوية، يعني في مشكلة في الجسم. أكتر الأسباب النفسية هي الاكتئاب والضغط العصبي. الاكتئاب، لو الراجل عنده اكتئاب لازم يعرف إيه السبب. مش لازم يكون اكتئاب يعني إنه محتاج له أدوية مضادة للاكتئاب، ممكن يكون اكتئاب بسبب سوء تغذية يعني. فمش لازم يكون دايما الحل في إن الواحد يتعالج بمضادات الاكتئاب علشان يحسن حالته الجنسية. استعمال الكحوليات والتدخين من أهم الأسباب برضو.
مرض السكر، لو انت مش بتعالج السكر بتاعك كويس وظابط السكر في الدم، للأسف بيأثر على القدرة على الانتصاب. يبقى لازم تاخد بالك طول الوقت من مستوى السكر في الدم، ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين برضه بيأثر على قدرتك الجنسية. الفشل الكلوي أيضا يؤثر على القدرة الجنسية. إذا كنت عملت قبل كده عمليات في القضيب أو في المثانة أو في البروستاتا أو في الظهر أو في الحوض عموما، ممكن يأثر على قدرتك الجنسية. بعض الأطفال للأسف بيعملوا لهم العملية غلط في الختان، فبتأثر عليهم طول عمرهم. وممكن كمان لو قادرين على الانتصاب بيكون الجنس مؤلم جدا، فبيقللوا الانتصاب علشان الألم ده ما يبقاش موجود. طيب علاج العجز الجنسي ايه؟ حسب السبب، يعني لو السبب 50% قلنا نفسي، فلازم الواحد يشوف بقى لو ستريس أو الاكتئاب ده عنده ازاي. السبب عضوي، يبقى لازم نعرف إذا كان السكر مظبوط ولا الضغط مظبوط ولا الشرايين أخبارها إيه والكوليسترول عامل إيه وهكذا. المشكلة عندنا بقى إن الرجال فاهمين إن لما نستعمل أدوية زي الفياجرا والسيالس الموضوع هيتحسن، يعني هما بيعالجوا كده، لكن الأدوية دي هي حل وقتي، بتزود تدفق الدم. لكن تخيلوا إن القضيب هو أصلا شعيرات دموية شبه مسدودة أو عندها مشكلة من كتر الكوليسترول اللي فيها مترسب على الجدران أو التدخين وهكذا. فأنت الحقيقة بتحل الموضوع حل وقتي، تاخد أدوية هيكون لها أعراض جانبية كتير، في حين إن أنت ممكن تعمل حاجات تانية تحسن جدا الأداء الجنسي. برضو يعني مش هزهق من إن أنا أعيد الموضوع ده، الرياضة يعني هي ممتازة في تأثيرها على تحسن الأداء الجنسي، مش هتصدقوا إلا لما تعملوها وتشوفوا الفرق. هي أصلا بتضيع الضغط العصبي وبتعالج شوية الاكتئاب وبتحسن تدفق الدم، وده المطلوب. فلو أنت بجد عاوز تخلص من تأثير العقاقير دي وتعالج نفسك كويس، يبقى أقترح إن أنت تاكل كويس وتلعب رياضة. الست ما يهمهاش قوي ان القضيب يكون منتصب لاطول وقت، الست يهمها اكتر المرادفة والمداعبة وازاي بتستعمل ايدك، ويعني بتحضنها وبتبوسها. يعني مسألة القضيب في المهبل دي بتبقى مش قمة المتعة للسيدة، ده يعني حاجة جانبية جنب شغل كتير تاني المفروض انت تعمله. عاوزة انام جدا، فاكمل الموضوع ده بعدين. تصبحوا بخير.